انت تعتبر مين اكتشفك؟ مين قدمك للناس؟ هو يعني هقول لحضرتك حاجه، هو اللي اكتشفني غير اللي قدمني. اه مين اكتشفك؟ كابتن حماده الشرقاوي. مين اللي شاور عليك؟ كابتن حماده الشرقاوي. كان في اختبارات في الوقت ده بعد فتره رجوعي من المنيا، وكان هو واحد او احد الموجودين في مجموعات الناشئين في الاختبارات، ويمكن لاحظت في وقت من الاوقات ان بيتقدموا كل اللاعبين وهو واقف لوحده كده، يعني ما جاش عشان يختبر. فبالظروف يعني ظروفه معايا ان انا ندهت عليه، فبقول له انت واقف ليه؟ ما دخلتش الاختبار ليه؟ فكان خجلان، فقلت له خش مع اللاعبين. انا كان هنا الاختبارات في شهر اغسطس، وجيت شهر اغسطس الاختبارات وكنت لابس فانيلا صوف بتاعت اخويا الاكبر مني. شهر اغسطس درجه الحراره 40، وجيت النادي هنا. يمكن دي يمكن اللي خلتني ارتبط جدا بكابتن حماده الشرقاوي. فجيت في شهر اغسطس كنت لابس فانيلا صوف، الجو حر جدا، هو مش مصدق ان انا مستحملها. وبعدين فوجئت بعد التمرين هو عايز يقول لي اديك فانيلا تروح بيها، اديك قميص تروح بيه. وانت ليه لابس فانيلا صوف؟ معيش. ما عندكش؟ ما عنديش طبعا. في عز الصيف لابسها؟ آه. فهو ابتدأت علاقتي من هنا تقوى بكابتن حماده. فكابتن حماده مكسوف يقول لي اديك فانيلا اديك، فقال لي انت مش حران؟ بذوق كده يعني؟ قلت له قوي. آه. قال لي انت مش حران؟ قلت له قوي. قال لي طب ما تقلع دي. قلت له هروح ازاي؟ قال لي ما انا اديك اي حاجه خفيفه يعني، جابها لي وما جرحنيش. نعم. فيمكن علاقتي بكابتن حماده الشرقاوي من هنا بقت قويه جدا. بعد كده ابتدات اتدرج في النادي، وابتدات يعني يمكن الى حد ما اقبض يعني مرتب. النادي هنا مشكورين يعني، الناس كان بيجيب لنا مثلا في المناسبات او اعمل ماتشات كويسه ملابس يعني، كنت انا بحب. ودي يمكن من الاشياء اللي خلتني احب اللبس بعد كده. يعني دي عقدة عوضتها فيما بعد. والله مش عقدة بأمانة، ولكن ما كان باليد حيلة. مش عيب والله، مش عقدة. يعني مش عقدة. مش باليد حيلة. أول مباراة قدمتك لجماهير الكرة المصرية كانت فين؟